شهد شهر مارس لعام 2020 العديد من استغاثات العمال عبر الانترنت بمنطقة شرق آسيا وخاصة الصين والدول المحيطة بها، نتيجة لتوقف عجلة الانتاج بشكل كامل بسبب جائحة كورونا وتشريد مئات الآلاف من العمال بتلك المنطقة خلال شهري يناير وفبراير فقط، في حين دقت منظمة العمل الدولية ناقوس الخطر، وذلك عندما أعلن المدير العام جاي رايدر أن أكثر من 25 مليون عامل فقدوا وظائفهم بسبب توقف حركة الطيران والإغلاق الكلي لبعض المدن الصناعية، رغم أن الإغلاق كان في 8% من دول العالم معظمهم من دول شرق آسيا. لكن تلك الأرقام الكبيرة تحولت إلى أرقام مخيفة مع مرور الوقت، فخلال 60 يوما ووسط إغلاق كلي عام على مستوى 90% من دول العالم، أكدت منظمة العمل الدولية أن 400 مليون عامل شردوا من عملهم ووظائفهم وأصبحوا بلا مأوى أو عمل، مما استدعى العديد من الدول الكبرى في العالم وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية إلى اتخاذ مجموعة من التدابير لحفظ حقوق العمالة الوطنية والوافدة في ظل الآثار السلبية التي فرضتها جائحة كوفيد-19 على الاقتصاد المحلي، ومنها السماح بالعمل عن بعد لعدد كبير من العاملين، تقليل الإنفاق الحكومي مع تقديم باقات دعم مالية للشركات تخطت 47 مليار دولار، وتحمل المملكة 60% من رواتب العاملين السعوديين في القطاع الخاص من خلال مبادرة دعم ساند التي استفاد منها أكثر من 90,000 منشأة سعودية، وأيضا تأجيل دفع الضرائب للشركات المتأثرة بالجائحة وإعادة هيكلة الديون لبعض الشركات والأفراد. وكان من ضمن الإنجازات التي تمت منذ بداية جائحة كوفيد-19 وحتى الآن، أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عدة قرارات، منها إقرار تطبيق منتج تأميني على حقوق ومستحقات العاملين لدى منشآت القطاع الخاص من غير السعوديين، وتحمل الدولة جميع التكاليف المترتبة على تطبيق المنتج التأميني، وأيضا إطلاق مجموعة من المبادرات الخاصة بالمنشآت، منها احتساب توظيف المواطن في نطاقات بشكل فوري لكل المنشآت، إيقاف الغرامات الخاصة باستقدام العمالة، وتطبيق الآلية الجديدة لاستقبال العاملات المنزليات بمطار الملك عبد العزيز. كما أطلقت الوزارة مبادرة تحسين العلاقات التعاقدية من أجل تطوير بيئة العمل، حيث تقدم المبادرة 3 خدمات رئيسية، وهي خدمة التنقل الوظيفي وتطوير آليات الخروج والعودة والخروج النهائي، وتشمل خدمات المبادرة جميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص ضمن ضوابط محددة تراعي حقوق طرفي العلاقة التعاقدية، على أن تدخل المبادرة حيز التنفيذ في 14 مارس لعام 2021، وهو ما دفع العديد من الدول بالعالم للسير على نهج المملكة في إجراءاتها الاقتصادية المدروسة، وخاصة دول مجموعة 20 التي تترأس المملكة العربية السعودية اجتماعاتها لعام 2020. وفي 7 سبتمبر لعام 2020 انطلقت فعاليات قمة تواصل العمال L20 بكلمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ألقاها نيابة عنه وزير الدولة للموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، أثنى على عملهم الدؤوب لمواجهة جائحة كوفيد-19 خلال 4 اجتماعات تنسيقية نقلوا من خلالها أصوات عمال العالم ومثلوهم خير تمثيل خلال سنة رئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة 20، مشدداً على أن حماية الأرواح والحفاظ على وظائف الأفراد وتقوية شبكات الحماية الاجتماعية مع تمكين المرأة في مسارات العمل المختلفة وتوسيع دائرة الفرص لها وللشباب كانت في مقدمة اهتمامات قادة دول المجموعة. كما دعا خادم الحرمين الشريفين منظمة العمل الدولية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لمزيد من التحليلات لقياس آثار جائحة كوفيد-19 على أسواق العمل الوطنية والعالمية بشكل دقيق، حتى تعمل دول مجموعة 20 على تطوير حلول للتعافي من آثار تلك الجائحة. في المقابل أصدرت قمة تواصل مجموعة العمال L20 بمجموعة 20 بياناً أكدت على دور المملكة العربية السعودية في تسليط الضوء على مشاكل العمال
وتعزيز دور المرأة في سوق العمل وأهمية التدريب المهني للشباب ووضع معايير جديدة كدراسة وتبادل المعارف في المناهج السلوكية لسوق العمل بتيسير من مركز الرياض للمناهج السلوكية لسياسات سوق العمل. جائحة كورونا أثرت بشكل كبير على العمال في كل دول العالم، لكن قليلا من الدول استطاعت حماية سوق العمل بوجه عام، وأولهم مملكة الإنسانية المملكة العربية السعودية تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز.